طيب بما اننا بنتكلم عن كاس العالم، ايه رايك في موضوع تعرض المواعيد ما بين نهائي كاس الامم الافريقيه او قبل نهائي حتى كاس الامم الافريقيه وبدايه كاس العالم اللي هيبدا يوم ثلاثه، النادي الاهلي هيلعب يوم خمسه، كاس الامم الافريقيه نهائي كاس الامم الافريقيه هيبقى يوم سته وقبل النهائي هيبقى يوم اثنين. ف... ايه أنا... رايك في الموضوع ده يا خالد؟ انا موضوع موضوع تعرض المواعيد دوت المفروض المفروض وده اللي انا متاكد منه الاتحاد الافريقي لازم او هو بيدافع عن الفرقه اللي بتمثله. طبعاً. النادي الاهلي بيمثل الاتحاد الافريقي لان النادي الاهلي حاصل على دوري ابطال افريقيا فطبيعي هو بيوقف مع فرقته اللي هو النادي الاهلي اعتقد المواعيد دي هتتحل اعتقد ان التذاكر نزلت؟ بح. لازم تتحل مين مين وافق عليها انت بتدخلني في حته مش بتاعتي مين وافق عليها؟ هل كان في ايميلات؟ هل كان في تواصل؟ هل 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 لا لا انت عارف تعارض المواعيد؟ لازم يكون في مصلحه في مصلحه النادي دي بطوله بطوله قاريه الفيفا اللي بيشرف عليها بالتالي الاتحاد الافريقي انا من مصلحه فرقتي لان انا عندي دوري بطوله امم افريقيا فانا عندي بطوله امم افريقيا اللعيبه دي لو وصلت نهائي ايه اللي هيحصل انت عندك سته تخيل انت لو مصر سته سته وثلاثه وسته وثلاثه تسعة تسعة لاعبين اساسيين يعني عادل بدر و... 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 وقالي وديانج اه فتخيل لو النهائي مثلا مثلا يعني ما اعرفش ممكن يحصل لا مصر وتونس مصر ومالي مصر والمغرب فاهم فانت انت هتفقد تسع لاعبين تسع لاعبين من تسعة من الفريق مش هيبقوا موجودين بنتمنى تدارك الامر بس انا من وجهه نظري الاتحاد الافريقي بيدافع عن فرقه لان زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيمثل الاتحاد الافريقي هنا لانه آه. هو حاصل على البطوله فطبيعي ان الاتحاد الافريقي مع النادي الاهلي اه الباتي الثاني انا مش المفروض. عارف ده طبيعي ده الطبيعي انت أه في الاخر عندك الفيفا هو اللي يعني هو المظله لكل كره القدم في العالم كله ماشي. وبالتالي يعني هو اللي حاطط مواعيد مباريات بطوله كاس العالم للانديه هل تشاور؟ معرفش, المفروض, معرفش. المفروض المفروض يعني المفروض يعني تشاور م. المفروض في ايميلات رسميه بتيجي احنا هنلعب المواعيد المواعيد دي لا مش هتناسبنا بيرد اتحاد مصر كره القدم المفروض يرد لا احنا عندنا مواعيد احنا مزبوط. عندنا بطوله امم افريقيا مظبوط هل الحاجات دي حصلت هل ما حصلتش انا ما عنديش خبر بيها <applause> اللي انا اعرفه انا عارف النادي الاهلي عمل ايه لكن انا ما اعرفش الناحيه الثانيه برضو يعني زيك زي ما انت بتقول يعني انا عارف كويس جدا ان النادي الاهلي بعت جوابات فاكسات ايميلات كل اللي انت عايزه بعته للاتحاد الاتحاد المح... المصري والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي كمان اللي انا, ده أنا متاكد مت... منه واللي انا متاكد منه ان الاتحاد الافريقي واقف مع فرقته اللي هي النادي الاهلي. مم. لان هنا احنا انت ما على النادي الاهلي، انت بتتكلم على ممثل احنا... القاره الافريقيه. صح مين ممثل ال... القاره الافريقيه؟ النادي الاهلي اكيد هو بيهمه ان ممثل القاره الافريقيه ياخد البطوله. معاك 100% ولكن فوجئنا بان احنا مثلا مباراه المريخ يا 11 يا 12 مظبوط تخيل ان المباراه النهائيه في كاس العالم يوم 13 افرض الاهلي وصل النهائي وصل النهائي اه فبرضه تحس انا انا ما اعرفش في ايه بس انا بقول لك الحاجه الوحيده اللي انا ضامنها وعارفها ان النادي الاهلي عمل ايه فانا مش عارف ايه اللي عمله الاتحاد الافريقي ما اعرفش ايه اللي عمله الفيفا لانه في النهايه انت بتشوف بالنسبه لك ايه ورق كالندر يعني مظبوط نتيجه قدامك تاخد منها ان المباراه النهائي كاس الافريقية يوم 6 صح مظبوط دي حقيقه مظبوط بدايه مباراه كاس العالم للانديه يوم 3 النادي الاهلي هيلعب يوم خمسه مباراه المريخ السوداني 11 يا 12 بناء على الكالن او النتيجه بتاعت الاتحاد الافريقي فبالتالي طب هو ايه هو النادي الاهلي هو النادي الاهلي يمكن, يمكن يمكن هم كانوا حاطين لا ما اعتقدش ان ال... ان هم كان في دماغهم ان البطوله ما تتلعبش ما اعرفش لا ما انا انا الاتحاد الافريقي الناس اللي موجوده فيه على اعلى مستوى الناس عارفه هي بتعمل ايه والدليل على كده بطولات كلها اه كان منتظمة كان رئيس نادي جنوب افريقيا تهيألي اه صح؟ ال... رئيس نادي سان داونز اه كان آه ال... ال... بس ده البطولات... راجل رائع جدا الناس كلها بتقول عليه أنه هو واحد من افضل الناس اللي موجوده يعني في الفتره الاخيره يعني بصراحه بسموت. فانا راجل... متوقع زي ما حضرتك بتقول أنه هو يكون له دور كبير الفتره القادمه ان شاء الله في معرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني انا انا الحقيقه بعد ما شفت التذاكر امبارح جالي احباط بصراحه انا انا اعتقد انه مش 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 هيقبل او مش انا مش عارف تفاصيل زي ما قلت لك بس زي ما قلت لك هو لازم يبقى جنب ممثل القاره بتاعته واضح جداً سواء النادي الاهلي او اي نادي اكس تاني اكس اكس, اكس اكس اوكي هو لازم يبقى في صفه لان انت بتمثلني اه انت القاره الافريقيه متمثله في النادي الاهلي اللي هو بيلعب باسمها اه فاكيد الاتحاد الافريقي معاه اكيد معاه اوكي انا التفاصيل الثانيه بقى محدش يعرفها مش عندنا اه ما انا بقول لك الحاجه الوحيده التفاصيل اللي انا اعرفها ان النادي الاهلي عمل كذا وكذا وكذا دي انا عارفها ومصر كلها شايفاها وعارفاها لكن انا ما اعرفش الاتحاد الافريقي عمل ايه ما اعرفش ولكن الحقيقه كل الكلام اللي بيتقال على الاتحاد الافريقي ورئيسه ان هم ناس محترمه جدا وعايزين يعملوا حاجه من النادي الاهلي لكن ازاي يعملوها حتى هذه اللحظه نستنى الايام الجايه ونشوف ايه حتى هذه لا انا هو يعني انت التذاكر تنزل يعني حضرتك تاني نعم تتلغي تاني التذاكر تتلغي وتتعمل تذاكر تاني عادي جدا المطبعه دي كلها <تصفيق> <تصفيق> ده مش مطبعه ده. انترنت ده اونلاين كمان مش مشكله اه هنعمل <applause> فيها يعني فيها. نضع امالا على هذا الامر ان احنا ممكن ممكن الله اعلم ممكن اللي يحصل خلال الفتره الجايه